هناك رجل ممن ينتسب إلى العلم ويأتي في القنوات الفضائية بكثرة، قال في معنى كلام الله إنه يمدح إسرائيل من حيث الانتخابات، وتمنى هذا القائل أن تكون نزاهة الانتخابات في إسرائيل موجودة في بلاد العرب، حيث قال إن أحد الزعماء حصل على نسبة 99%، فقال هذا الرجل لو أن الله عرض نفسه على خلقه لما حصل على هذه النسبة، فما رأيكم؟ هذا كلام فاضي ومبالغة والعياذ بالله، وسوء أدب مع الله عز وجل. هذا يدل على عقلية هذا الرجل وأنه مستهتر، نسأل الله العافية، وعليه أن يتوب إلى الله ويترك مثل هذه الألفاظ القبيحة. نعم، العرب المسلمون ولله الحمد بخير، المسلمون بخير، واليهود مهما عملوا فهم قردة وخنازير، ما فيهم خير مهما عملوا، هم أعداء الله سبحانه وتعالى. وأما المسلمون وإن حصل عندهم تقصير، حصل عندهم خلل، ففيهم خير كثير ولله الحمد. نعم.